الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور وضاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الدرس 27 من شرحنا لكتاب المحكم في علم نقط المصاحف للإمام أبي عمرو العثمان بن سعيد الداني في يوم السبت 7 من شهر شوال 1438، الأول من شهر يوليو 2017 ميلادية بعد العصر. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في كتابه المحكم في علم نقط المصاحف، قال: ورأيت مصاحف أهل العراق وأهل بلدنا قد اتفقت على حذف ألف البناء وصورة الهمزة المضمومة والمكسورة بعدها في قوله في البقرة أولياؤهم الطاغوت، وفي الأنعام وقال أولياؤهم إلى أوليائهم، وفي الأحزاب إلى أوليائكم، وفي فصلت نحن أولياؤكم. فأما حذف الألف فلكونها متوسطة زائدة إذ هي للبناء لا غير، وأما حذف صورة الهمزة فلكون الهمزة حرفا قائما بنفسه لا يحتاج إلى صورة، فإذا نقط ذلك أثبتت الألف بالحمراء وجعلت الهمزة بعدها في السطر، وجعلت ضمتها أمامها وكسرتها تحتها، وإن صورت الواو والياء وجعلت الهمزة فيهما فحسن. نعم، عندنا إلى أوليائهم يقول تعمل ألف بالحمراء لأنها محذوفة، ثم تعمل ألف ثم تعمل صورة الهمزة أولياء، ثم تحرك هنا محركة بأوليائهم بالضم مثلا، هنا ستكون هكذا نعملها، وهنا نفس القضية ومحركة بالكسر أوليائهم، هكذا ستضبط وتنقط. يقول عن بعض المصاحف وردت هكذا، وأنا رأيت هذه الصورة في بعض المصاحف القديمة فعلا بحذف الألف وحذف صورة الهمزة. نعم. قال ابن المنا قبل ابن المنادى في المنادي قال ابن المنادي: في المصاحف العتق أولياؤهم من الإنس وليوحون إلى أوليائهم، وإن أولياؤه إلى المتقون. قال: وهذا عندنا بغير ياء ولا واو، في زيادة في بعض المخطوطات هنا بغير ياء ولا واو، يعني لا فيها واو لصورة الهمزة ولا ياء، أما الألف فهي محذوفة. نعم. بغير ياء ولا واو. قال وهذا عندنا مما نظر إليه عثمان رحمه الله، فقال: أرى في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها، فأوجب ذلك من القول أن من الخط المكتوب ما لا تجوز به القراءة من وجه الإعراب، وأن حكمه أن يترك على ما خط ويطلق للقارئين أن يقرأوا بغير الذي يرونه مرسوما، وغير جائز عندنا أن يرى عثمان. هذا الآن هو ذكر قول ابن المنادي، وذكر أنه ذكر أنه رأى في بعض المصاحف مثل ما رأى الإمام الداني. ليس العلة هنا، العلة في تعليل ابن المنادي للسبب. قال: هذا الحذف مما رآه عثمان وقال فيه لحن، فالإمام الداني ما عجبه أن يقول أن هذا هو اللي قصد عثمان بقوله فيه لحن، فإيش يقول أبو عمرو الآن؟ ها؟ وغير جائز عندنا أن يرى عثمان رضي الله عنه شيئا في المصحف يخالف رسم الكتابة مما لا وجه له فيها بحيلة، فيتركه على حاله ويقرئه في مكانه ويقره في مكانه، ويقول: إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها، إذ لو كان ذلك جائزا لم يكن للكتابة معنى ولا كان فيها فائدة، بل كانت تكون وبالا لاشتغال القلوب بها. ومعنى قوله رحمه الله هو ما ذكرناه مشروحا في كتابنا المصنف في المرسوم. نعم، الآن الإمام الداني لا يرى أن هذا مما رآه عثمان فقال فيه لحن، قال: لا، هذا فيه وجه من الأوجه، والحذف يقول للاختصار، والهمزة عادة تحذف، من هذه الكلام الذي يقال دائما. لكن هل كلام ابن المنادي له وجه؟ أنا الذي أرى أن له وجه، وأن عثمان لما قال فيه لحنا والله أعلم، هذا الكلام هو عين ما قاله الإمام الشاطبي في أول قصيدة عقيلة تراب القصائد، هذا هو الذي قاله لما قال: لأوضعوا وجزاء الظالمين لأذبحنه،
وبغير فهم الخبر، إنه هذا الذي رآه إنه يزاد حرف ينقص حرف، فيقول هذا يعني ليس على حقيقة اللفظ. ثم قال أن العرب ستقيمه. ليه؟ لأن المقصود أن القرآن إنما يؤخذ تلاوة ورواية ولا يؤخذ قراءة من مصحف مطلقا. يعني فرأى أن الأمر أهون من أن يقال يعني يعيد كتابة المصحف كامل، لأن فيه مثلا هذا الخطأ وهذا الخطأ، ولا يسمى خطأ طريقة في الكتابة، هي طريقتهم في الكتابة. أنت تريد تقول خطأ، أنا لا أقول خطأ، أنا أقول طريقة في الكتابة، هذا الذي العمل عندهم على هذه الكتابة، طريقتهم في الكتابة هكذا، لم يكونوا أهل كتابة. ودخل عليهم مسألة القرآن، والقرآن ضخم 77,000 كلمة ونيف، وأرادوا أن يكتبوا كله، وأمة لا تكتب كانت ثم أرادت أن تكتب، فتخيل معي، لا بد أن يقع مثل هذا. اللغة الكتابة لا زالت في بدايتها، وهذا لا يطعن فيهم، لأنه تطور الكتابة هذا أمر دنيوي، بل الكتابة كلها أمر دنيوي ليست أمر ديني. الكتابة أمر دنيوي، ولو كانت أمرا دينيا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها، وقد نزهه الله سبحانه وتعالى، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك، يعني لا تعرف تقرأ ولا تكتب، نفع عنه القراءة ونفع عنه إيش؟ كتاب. الكتاب، لأن بعض الناس من الأميين يستطيع يقرأ بس ما يقدر يكتب. رأيتموهم؟ أنا رأيتهم، رأيت أميين يعرف يقرأ، لما تجي تقول له يكتب ما يعرف يكتب، ولذلك نفى الله عنه الاثنين، القراءة والكتاب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون، حيقولوا إنك أخذت القرآن من كتبهم لأنك كنت تقرأها. نعم واصل. أحسن الله إليكم. وعلة هذه الحروف وغيرها من الحروف المرسومة على خلاف ما يجري به رسم الكتاب من الهجاء في المصحف، الانتقال من وجه معروف مستفيض إلى وجه آخر مثله في الجواز والاستعمال، وإن كان المنتقل عنه أظهر معنى وأكثر استعمالا. أيوة، طيب إيش تعليلك يا إمام لماذا كتبت بهذه الصورة إذا لم تكن من اللحن الذي أراد عثمان؟ يقول لا، هذا أوجه للكتابة، فقد يكتبون كلمة في موضع بوجه ويكتبوها في موضع آخر بوجه آخر فقط. نعم، وقد يتركون الوجه المستفيض المشهور ويأخذون بوجه غير مستفيض وغير مشهور، لا بأس. واصل. ورسم في جميع المصاحف قوله لإيلاف قريش بياء بعد الهمزة، ورسم إيلافهم بغير ياء، ولم ترسم الألف بعد اللام في الحرفين اختصارا، فإثبات الياء في الأول على الأصل من حيث كان مصدرا لقولك آلف آلف يؤلف إيلافا مثل آمن يؤمن إيمانا، فالياء فاء، فالياء فاء يعني تأتي في وزن الفعل مقابل الفاء فعل بداية الكلام أول حرف. نعم. وحذف الياء في الثاني من وجوه، منها أن يكون مصدرا لآلف مثل الأول، إلا أن الياء التي هي فاء حذفت اختصارا لدلالة الكسرة قبلها عليها، ومنها أن يكون مصدرا لألف على مثل فعل، ومصدره في ذلك على وجهين قد قرئ بهما، وهما إلافا مثل قولك كتابا، وإلفا مثل قولك علما. وإذا كان مصدرا لذلك لم تكن فيه ياء، لأن الهمزة في أوله هي فاء الفعل. قوله قرئ بها قرئ شذوذا، قرئ إلافا وإلفا شذوذا. لا ليس شذوذا. ابن كثير تقصد؟ لا، بالياء لا بجعفر. ابن عامر بالياء لا بجعفر ليلف. لا غير الثاني هذه إلافة ما عندك هو ابن عامر. أي ابن عامر قرأها إيش؟ بجعفر كذلك. ابن عامر قرأها إلافهم، إلاف الدنيا إلافهم. أيوة إلافهم. نعم هذا ابن عامر، لكن ما أحد قرأ ابن عامر إلافهم. نعم صح تأتي. نعم، لكن إلافا وإلفا هذا ذكره هو وهي في القراءات الشاذة. نعم واصل. مصدرين من فعل مصدر كذا كذا صحيح. نعم لا يشترط المصدرين. نعم ها. وقد قرأ ابن عامر في الأول بحذف الياء جعله مصدرا لألف، فإذا نقط الحرف الأول على غير قراءة ابن عامر جعلت الهمزة في الألف المختلطة باللام، وجعلت حركتها من تحتها هكذا. لإيلاف جعلت الهمزة في الألف. نعم، فين الهمزة؟ الألف المختلطة باللام. فين الهمزة؟
هذه الهمزة كسرتها في وجعلت حركتها من تحتها. أيوة كسرتها تحتها اليسار. واللام إيش حركتها؟ كسر. كسر نفسها. تبقى هذه لي إي تمام؟ لي إي لاف. هنا ألف محذوفة واصل. هذا الوجه الأول الذي ذكره تمام واصل. وإذا نقط على قراءة ابن عامر فعلى وجهين، أحدهما أن تجعل الهمزة وحركتها في الألف أيضا، وتجعل على الياء دارة علامة لزيادتها في الخط وذهابها من اللفظ. نفس قراءة نفس ضبط العامة، إلا أن ابن عامر إيش يعمل لما ما يحذف لما يحذف الياء؟ بس نعمل دارة فوقها علامة على أنها إيه زائدة. فالفرق بينه وبين بقيتهم هذه الدارة. فعلى رواية ابن عامر إذا أردت تنقط مصحف على روايته ستجعلها بإيه؟ بدارة، بدارة لأنه يعني. لا يقرأها زائدة. وعلى الجمهور ستجعلها معارة بحركتها لأنهم ينطقونها واصل. والثانية قررت ابن جعفر بالياء ما في عنده همزة بدل الهمزة لي لاف لي لاف لي لي لاف لا في لام ياء بعدين لام ألف. تعرف ليش ما ذكره الإمام الداني؟ نعم ليش ما ذكره الإمام الداني؟ لأنه يراها شاذة. الإمام الداني لا يرى متواترا إلا السبع فقط، ويرى ما فوق السبع شاذ، لكن الأئمة صححوا. إذا ما وصله علمها يوصل عند غيره علمها ويجعلونها كذلك، ولذلك لم يذكر هذا الوجه. ما كيف يقرأها أبو جعفر؟ لام ياء لام ألف لي لا لي لف لي لا لي لف لي لا يعني يقرأها هكذا يا شيخ محمد. ها ايوه ايوه وبعدين ايوه وبعدين ولا مكسوره ايه مفهوم لي لا في كذا يقرأها. ايوه طيب كيف نضبطها؟ كيف نضبط قراءة أبي جعفر في مصحفنا ومصحفنا مرسوم هكذا؟ يلا يا شباب قرأتم رسم وقرأتم كل حاجة. في عنده هنا ألف محذوفة مثل بقية الجمهور. طيب فين اللام؟ هل هذا هو اللام ولا هذا اللام؟ هذا اللام الثاني. هذا اللام إذن اللام مكسور والألف زائدة. هكذا ستضبط على قراءة أبي جعفر. هذا نكتبه نحن بكتابة النطق، هذا ما ندعى رسم المصحف هكذا، ما يغير رسم المصحف، تضبط القراءة على رسم المصحف هكذا رسم المصحف. إذن سيكون الألف هي الزائدة عند أبي جعفر، ويكون الياء زائدة عند من؟ عند ابن كثير. تمام إذن ضبطها عند أبي جعفر هكذا ليلاف. تمام يا إخوة. ليش ما ذكرها الإمام الداني؟ قلنا لكم ما ذكرها لأنه يعدها شاهة. نعم واصل. والثاني أن تجعل الهمزة وحركتها في الياء، وتجعل على الألف دارة علامة لزيادتها، وكل ما ذكرناه من سبحان الله. الإمام الداني يقول أيضا وجه آخر لقراءة الجمهور أن تجعل اللام مكسورة وهذه زائدة والهمزة هنا وحركتها نعم وتجعل على الألف دارة علامة لزيادتها، وكل ما ذكرناه من الوجوه والمعاني في ملئه وملئهم فهي جائزة في ذلك على قراءته. وإذا نقط الحرف الثاني جعلت الهمزة وحركتها في الألف ورسمت الياء بها بعدها ليتأدى بذلك لفظها على قراءة الجماعة. هذا بالنسبة لإيلافهم الثانية هكذا قراءة الجماعة. الهمزة على الألف وهي متحركة بإيش؟ كسرة. وهي متحركة بالكسر. أيوة وإيش كمان؟ ياء الياء محذوف تضيف ياء تضيف اللي هو ناقص رسما واصل. ورسم في كل المصاحف الصلاة والزكاة والحياة وبالغداء وكمشكاة والنجاة ومناه بالواو على الأصل ثمان. هي ثمان كلمات في الحقيقة التي أبدلت ألفها واموان ثمان كلمات الله. كم ذكر الإمام منها؟ سبعة. أين لسة الثامنة؟ في واحدة اللي يجيبها منكم؟ في واحدة مكررة. أين الكلمة الثامنة؟
مما أبدلت ألفها واوا إلا في موضع واحد في الروم فاختلف فيه. شركاء؟ لا، شركاء لم يبدل من ألف. مكررة يا شيخ، واحدة من هذا مكررة. بالله كيف مكررة؟ إيش اللي كرر منها؟ ما في مكررة يا ولدي. لا، كلمة جديدة، كلمة الربا، كلمات الربا، فإن الربا أيضا في جميع القرآن رسم بواو وألف، أبدلت الألف فيه واوا إلا في موضع الروم من ربا فاختلف فيها، هل هو مكتوب راء باء واو ألف ولا راء باء ألف فقط، اختلف في موضع الروم وبقية المواضع الربا. واصل. بالواو على الأصل أو على لغة أهل الحجاز الذين يفرطون في تفخيم الألف وما قبلها في ذلك، فإذا نقط ذلك جعل على الواو ألف بالحمراء ليدل على استقرارها في اللفظ دون الواو. بس هكذا سننقطها، سنضبطها هكذا. واصل. وكذا يفعل بسائر ما رسم من ألفات التانية والألفات المنقلبات عن الياء بالياء، تجعل على الياء ألف حمراء ليدل على أن لفظ الياء انقلب إليها، نحو قوله أبا ولا يخفى وفي فسواهن وسماكم وذكراهم وذكراها والذكرى ولليسرى والموتى وشبهه. وهذا ما لم يلق الألف المرسومة ياء ساكن، فإن لقيها لم تجعل الألف على الياء لعدمها في حال الاتصال، وذلك نحو قوله نرى الله والكبرى ذهب وشبهه. نعم. وكذا تلحق الألفات المحذوفات من الرسم اختصارا بالحمراء. وضح القراءة. وكذا تلحق الألفات المحذوفات من الرسم اختصارا بالحمراء في المتفق عليه والمختلف فيه، فالمتفق عليه نحو العالمين والكافرين والفاسقين وأولئك والملائكة ولإيلاف قريش إيلافهم واللاتي دخلتم واللائي تظاهرون وشبهه. وهذا الضرب كثير الدور في القرآن. والمختلف فيه نحو مالك يوم الدين وما يخدعون وفأزلهما. يخادعون أساس تقرأ بقراءة وأزالهما. نعم، هذا مختلف فيه. اقرأ على أي وجه. يلا واصل. وخطيئته ودفع الله وقاتلوا وقتلوا وقياما، يعني خطيئاته دفاع قاتلوا. نعم واصل. وحاشا وأصلاتك وحاذرون وفارهين وفاكهين وإليكم السلامة وذريات السلامة وإليكم السلامة وذرياتهم ودرست وفرقوا ودرست وفرقوا وعلى مكانتكم وشبهه. وهو كثير جدا، وقد ذكرنا أصل جميعه في كتابنا المصنف. جاب نوع متفق عليه مثل العالمين، هذا متفق عليه بين القراء وحذفت ألف، وجاب بعض الكلمات التي اختلف القراء، بعضهم يثبت ألف وبعضهم لا يثبت ألف، فمن أثبت ألفا عوضها بالحمراء. دارست تكتب بعد الدال ألف بالحمراء، وإن كنت تقرأ درست خلاص ما في شيء على حقيقة اللفظ، لا تضبط شيء، لا تزيد شيء. واصل. وقد ذكرنا أصل جميعه في كتابنا المصنف في المرسوم. وكذا أيضا لما يقول في المرسوم يقصد كتاب المقنع، والله أعلم. نعم. وكذا أيضا تلحق الياءات المحذوفة على قراءة من أثبتهن في الوصل دون الوقف أو في الوصل والوقف، نحو قوله الداعي إذا دعان واتقوني يا أولي الألباب واخشوني ويوم يأت والمتعال وشبهه، مما قد ذكرنا جميعه في المرسوم وغيره. وبالله التوفيق. نعم هكذا. الداعي تضاف ياء. درست في الرسم مشاهد. اي متفقه في الرسم. القراءتين متفقه على الرسم. صح. ما في دارست ودرست. ما في دارست. في دارست. اي. ثلاث قراءات. لكن اي تقصد الباقي متفقه في القراءتين متفقات في الرسم. صحيح على حقيقه الرسم تلك القراءتين، والقراءه هذيك هي اللي فيها الزائد. طيب واصل. قال رحمه الله: باب ذكر الدارة التي تجعل على الحروف الزوائد والحروف المخففة وأصلها ومعناها. طيب وأصلها. وأصلها ومعناها. الآن سأذكر الدارة هذه. نحن نأخذ الدارة عادة فيما تقدم لإيش؟ للحروف الإيش؟ التي لا تنطق. الزائدة. الزائدة. الحروف الزائدة التي لا نطق فيها، فنعمل عليها دائرة.
يقول الدارة هذه هي في الحقيقة ليست الحروف الزائدة فقط، وإنما الحروف أيضا إيش؟ مخففة. المخففة يعني كيف المخففة؟ يعني ضد المشددة. وهذا غريب لأني لم أره في المصاحف القديمة هكذا، لكن ربما يكون انتشر في فترة معينة ثم خمل وترك. سيذكر الإمام الآن بعض الأوجه التي قد نحس أنها غريبة قليلا. نحن يعني حرف مخفف تضع عليه علامة الحرف المحذوف، كيف؟ يعني أمر برضو في ثقل. أما أصلها فسيذكر أصلها، من أين أتت هذه الدارة، هذه من أين أتت أصلها. نعم واصل. اعلم أن نقاط سلف في أهل المدينة وأهل بلدنا اصطلحوا على جعل دارة صغرى بالحمراء على الحروف الزوائد في الخط المعدومة في اللفظ، وعلى الحروف المخففة باتفاق أو اختلاف، علامة لذلك يعني باتفاق أو اختلاف بين القراء يعني. نعم. علامة لذلك ودلالة على حقيقة النطق به، فالحروف الزوائد نحو الألف في قوله مئة ومئتين ولا تيأسوا وإنه لا ييأسوا وأفلم ييأسي، وكذلك تفتأوا ويعبأوا ويبدأوا، وكذلك لن ندعو وليبلو، وكذلك أنا ومن اتبعني وأنا ورسلي وأنا ربك وشبهه. هذه كلها ألفات يوضع فوقها الدارة، هذه علامة على زيادتها. واصل. ونحو الياء في قوله من نبأ المرسلين وأفإن مت وأفإن مات وملئه وملئهم وشبهه، على مذهب من جعل الألف قبلها هي الهمزة. على ملئهم هذه فيها خلاف، ولذلك هو قال لك من جعل إن الألف هي صورة الهمزة جعل الياء زائدة، لكن هذا غريب، ولذلك رده ابن الجزري في النشر ولم يرضه أبدا، وهو الصحيح، كلام الجزري هو الصحيح أن الزائدة على الصحيح هي الألف. لماذا؟ لأن الياء صورة الهمزة المكسورة ملائي، فكيف تقول إن الألف هي صورة الهمزة والهمزة هنا مكسورة؟ الهمزة تصور ياء، وعندك ياء فاجعلها مع الياء واجعل الألف هي الزائدة. لكن الإمام أيضا الإمام الداني هنا قال على أحد الوجهين. نعم. واختياره أن الزائد هو إيه؟ الياء. اختيار الإمام الداني أن الزائد في غير كتبه أن الزائد هو الياء، وأن الألف صورة الهمزة، لكن الصحيح أن الياء هي صورة الهمزة وأن الزائد هو الألف، والله أعلم. واصل. ونحو الواو في قوله أولئك وأولي وأولو وأولات وشبهه، والحروف المخففة باتفاق نحو قوله العادون. فين الحرف المخفف من كلمة العادون؟ الدال. الدال، أحسنتم، لأنه ممكن يكون إيه؟ العادون ممكن يكون، أحسنت. واصل. من العالين. العالين فين الحرف المخفف؟ عالين اللام. اللام، واصل. وصدق المرسلون. الدال. وقطعنا دابرا. الطاء. وترى الذين كذبوا. الذال. كذبوا. وربت. الباء. ومكروا. الكاف. ومكرنا. ومن ثلثي الليل. الياء في ثلثي. ويا صاحبي السجن. الياء في صاحبي. وتعيها. الياء. وحملناه. ميم. وحملت الأرض. ميم. وشبهه. والمخففة باختلاف النحو. باختلاف القراء هنا يعني، بعضهم قرأ بالتخفيف وبعضهم قرأ بإيه؟ بالتشديد. التشديد. خرقوا خرقوا. واصل. وخرقوا له وأمن أمن أم وأمن. أيوة هو نعم. قانت. أمن هو قانت، أمن هو قانت. وما كذب الفؤاد وفقدرنا وعرف بعضه وفقدر عليه فقدر عليه وجمع مالا وشبهه. نعم. وقد كان بعض شيوخنا من أهل النقد لا يجعلون الدارة إلا على الحروف الزوائد لا غير لعدمها في النطق، ولا يجعلونها على الحروف المخففة من حيث كان عدمها من علامة التشديد دليلا على تخفيفها، فلما تحتاج لذلك إلى علامة أخرى؟ فلم تحتج لذلك إلى علامة أخرى، وهو مذهب حسن. نعم، تكرر عندنا حسن اليوم كثير لأنه تعب معنا. غير أني يعني هو يقول أنه وهذا من فقه الإمام رضوان الله على أنه يقول أن ترك وضع دارة على الحروف على الحروف المخففة أولى، ولذلك وصف بأنه مذهب حسن. نعم. غير أني والله عندك مذهب يا شيخ حسن مشكلة. غير أني بقول أهل المدينة أقول وبما جرى عليه استعمالهم أنقض. معناته رجع إلى القول بأن أهل المدينة ينقطون. ما هو نقط أهل المدينة؟ سيرويه بإسناده. ها. كما حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا قالون قال في مصحف في مصاحف أهل المدينة ما كان من حرف مخفف فعليه دارة حمراء. نعم. قال أبو عمرو وهذه الدارة التي تجعل على الحروف الزوائد وعلى الحروف المخففة هي الصفر اللطيف الذي يجعله أهل هذا أصله. من فين أخذناه؟
قال أخذنا من الصفر في الحساب. الصفر اللطيف الذي يجعله أهل الحساب على العدد المعدوم في حساب الغبار. الغبار نعم. في حساب الغبار دلالة على عدمه لعدم الحرف الزائد في النطق وعدم التشديد في الحرف المخفف سواء، فمن الصفر أخذت الدارة وهو أصلها. يعني لا شيء صفر. وليس شيء من الرسم ولا من النطق اصطلح عليه السلف رضوان الله عليهم إلا وقد حاولوا به وجها من الصحة والصواب، وقد وقصدوا فيه طريقا من اللغة والقياس لموضعهم من العلم ومكانهم من الفصاحة. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لما الإمام ليش ختم بمثل هذا أنه مذهب السلف وأنهم كانوا كذا وأنهم أهدى وأن لأنه هو يحس أيضا ويعرف أنه نقط الحرف المخفف بالدارة شائك، ولذلك لما ذكر قال مذهب حسن لطيف أن يترك وأن لا ينقط على الزائد على الدارة إلا الزائد فقط، لكن الرواية وعمل الذين تقدموه من أهل المدينة ما يستطيع يتركه هو صحيح، مع أنه يحس أن فيه يعني عدم رضا، لكنه مع ذلك يغصب النفس على اتباع سنتهم، واتباع سنتهم فيه الفلاح. واصل الشيخ في الحساب الدار هذا لا فيش فيها زوايا، فأعطوه صفر. نعم الواحد زال واحد صح، الصفر هذا فيش فيه زوايا كله على حساب الزوايا. نعم أحسنت. نعم واصل. قال رحمه الله: باب ذكر اللام. اللام ألف، وأي الطرفين منه هي الهمزة. الله أكبر. الآن جينا لمسألة العقدة اللي احنا جالسين نتكلم عنها. لام ألف هذه المدورة على بعضها هي حرف لوحدها ولا إيش هي؟ في الحقيقة هي كلمة، وإن كان العلماء في بعض الأحيان لما يجي يعدوا حروف الهجة في القرآن يقول حرف الألف كم تكرر مرة، حرف الباء كم تكرر مرة، تعرف إيش يقولوا؟ يقولوا حرف اللام ألف كم تكرر مرة. ليه؟ قال لك لأنها صورة مختلفة، صورة مختلفة ما يوجد مثلها في الكتابة، فهي حرف إذن منفصل. طيب حرف إيش؟ هذه لامين، هذه حرفين عفوا، اللام والألف. قالوا لا، هي حرف الألف. طيب وليش جابوا اللام معه؟ قال اللام حامل فقط، لأنه أصلاً ما تستطيع تنطق الألف لوحدها. طيب وليش جابوا لها الألف؟ قال لأنها عصا مثلها. هذه سيذكرها كلها الإمام الداني، هذا تلخيص للباب. فهي حرف، يقول هو حرف، أرادوا أن يعبروا عن الألف فقالوا لام ألف. طيب أول حروف الهجة هذا الألف إيش هو؟ همزة. هذا الهمزة. الله أكبر، الله أكبر. نعم، فالآن فرق إذن، وفرق الآن بين الألف اللي تأتي في كتاب وغيرها مما تكون ساكنة وقبلها مفتوح، وبين الهمزات. فالألف حرف مختلف والهمزة حرف مختلف. الهمزة هو أول حروف الهجة سموه ألف، ولما جوا عند الألف اللي هو حرف المد سموه لام ألف، لأنه لا يقوم لوحده مطلقا، لأنه هو ساكن يلزم أن يكون ما قبله مفتوح حتى نستطيع ننطقه، ولذلك جابوا له اللام. فلام اللام ألف هذا إشكالية جاءت من ما الذي فيه الألف وما الذي فيه اللام، أين اللام وأين الألف؟ الإمام سيذكر لك مذهبه فيه. واصل. اعلم أن المتقدمين من علماء العربية اختلفوا في أي الطرفين من اللام ألف هي الهمزة، فحكي عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه قال: الطرف الأول في الصورة هو الهمزة، والطرف الثاني هو اللام. نعم، لاحظ معي، نحن نتكلم عن لام ألف، هذه لام ألف، مذهب الخليل وكثير من أئمة اللغة أن الطرف الأول هو الهمزة والطرف الثاني هو ألف، الألف في كيف الهمزة والألف؟ همزة ولا اللام؟ اللام يا ابني، اللام، الهمزة واللام، همزة واللام، واللام، لأن الهمزة والألف حاجة واحدة، الهمزة واللام أصلها إيش؟ أصلها لا، لا، هذا اللام وهذا الألف، ولذلك إذا أردت تنقطها كيف ستنقطها؟ هكذا، اللام مفتوح وهذا هو اللام فتنقطها. طيب هذا الثاني،
هذا الثاني كيف يكون هو الأول؟ استمع إلى كلام الإمام واصل. وذهب إلى هذا القول عامة أهل النقد من المتقدمين والمتأخرين، واستدلوا على صحة ذلك بأشياء قاطعة، منها أن رسم هذه الكلمة كان أولا كما ترى. أيوة، أول حجة من الحجج التي سيذكرها والتي نحتاج نرسمها والبقية لن نحتاج نرسمها، هي أن أصلها لما كتبوها كانت هكذا لام ألف، هذه ألا في الحقيقة، هذه لا، لكن يقول الإمام هذه تشبه الحروف الأعجمية كذا، قال وتشبه اليو مش كذا، هو يقول تشبه الحروف الأعجمية، والعرب لا يريدون يتشبهوا به، يقول ما ينفع كذا حرف كذا، كيف هذا، إيش الصورة هذه، صورة غير جميلة. فماذا فعلوا؟ سحبوا هذه، يقول ظفروها جعلوها متعانقة. لا، تلك الأرقام يا شيخ، هذيك الأرقام اللي واحد اثنين هل ترسم على تلك الصورة، هذا بحث طويل في الأرقام، أما الكتابة فلا. يقول هم هي أصلها كذا، هذا اللام باتفاقنا أجمعين لو كتبت هكذا سنعرف أن هذا اللام هذه الفتحة. طيب إيش اللي صار؟ يقول اللي صار أنها ظفرت فسحبت اللام هكذا وردت الألف هكذا، اللام كانت قائمة وهذه كانت قائمة، فهم ينظرون لفين؟ للأسفل، هذا اللام وهذا الألف. وإنت إذا أردت حفظ مذهبهم تنظر للأسفل، أنهم بنوها من الأسفل، هذا اللام عندهم لا، يقول هي كانت كذا وكرهوا هذه الصورة، وبعدين جعل هذا المذهب مذهب عامة أهل اللغة وأهل الله، ما يخالفهم إلا شذوذا قليل، وسيأتي بهم واصل. أن رسم هذه الكلمة كان أولا كما ترى لاما ممطوطة في طرفها ألف. يا ولدي وبين الحروف الكلمات. لاما ممطوطة. لاما ممطوطة في طرفها ألف، كنحو رسم ما أشبه ذلك مما هو على حرفين الثاني منهما ألف من سائر حروف المعجم، نحو يا وها وما. يقول هي مثلها، يعني يصير لام لا مثلها. فاستثقلوا رسم ذلك كذلك، وكرهوه في اللام ألف خاصة لاعتدال طرفيه وقيامهما مستويين، إذ هو بذلك كصورتين متفقتين. نعم، يقول هذا ما هو حرف، هذا يعني هذا اثنين متشابهين، ما إيش هم؟ أيوة، مع اشتباهه في الصورة بكتاب غير العربي من الأعاجم وغيرهم. يقول تشبه حروف الأعاجم. واصل. فغيروا صورته لذلك، وحسنوا رسمه بالتظفير، فضموا أحد، تعرف التظفير لما يظفر أيوة يعمل حاجة فوق حاجة، هذا هو التظفير. نعم. فضموا أحد الطرفين إلى الآخر، فأيهما ضم إلى صاحبه كانت الهمزة أولا ضرورة، وتعتبر حقيقة ذلك بأن يؤخذ شيء فيضفر ويخرج كل واحد من الطرفين إلى جهة، ثم يقام الطرفان فيتبين في الوجهين أن الأول هو الثاني في الأصل وأن الثاني هو الأول لا محالة. قالوا وأيضا فإن من أتقن، الشاعر يقول أن لا هذه، إني لأحسد لا في أسطر الصحف لما رأيت اعتناق اللام بالألف، وما أظنهما طال اعتناقهما إلا لما لقيا من شدة الشغف. يعني محبوبين هذولا ولذلك معتنقين على بعضهم، لكن طول العناق طول كثيرا. واصل. قالوا وأيضا فإن من أتقن صناعة الخط من الكتاب المتقدمين وغيرهم إنما يبتدئ برسم الطرف الأيسر قبل الطرف الأيمن، ومن خالف ذلك وابتدأ برسم الطرف الأيمن قبل الأيسر فجاهل بصناعة الرسم، إذ هو بمنزلة من ابتدأ برسم الألف قبل الياء والهاء والميم في يا وها وما وشبه ذلك مما هو على حرفين، فلا يلتفت إلى رسمه ولا يجعل ذلك دليلا على ترجيح أحد قولين مختلفين، فصح بذلك إذن أن الطرف الأول هو الهمزة وأن الطرف الثاني هو اللام، إذ الأول في أصل القاعدة هو الثاني والثاني هو الأول، وإنما اختلف طرفاهما فصارا كذلك للتضفير الذي لحقهما. هذا مسألة نسبته للخطاطين لم أجده مكتوبا عند أحد غير الإمام، فسألت الخطاطين
فكانت يعني أجوبتهم أن هذا بحسب طريقة الشيخ الذي يتلقى عنها الطالب الخط. لكن أنت في نفسك لما تبدأ تكتب لام ألف تبدأ كيف؟ تبدأ تكتب الطرف الأول ولا تبدأ تكتب الطرف الثاني؟ ها؟ تكتب كذا وكذا ولا كذا وكذا؟ شوف كيف. السؤال هو أنت كشخصك، كل واحد منكم، أنا أكتبها كذا، وهذا خلاف الذي قاله الإمام أن الخطاطين إنما يبدأون من هنا. طيب هل أحد منكم يبدأها كذا؟ أنا أسألكم، هل أحد منكم يبدأها هكذا يكتبها ولا كلكم تكتبونها كذا؟ كلكم تكتبونها على هذه الصورة، تبدأون من هنا، صح ولا لا؟ نعم. أي، وهو الأسهل حتى تيجي معك منضبطة. لما تيجي كذا البطن ما يجي منضبط حتى. ولذلك هو على حسب التعود والله أعلم. فنسبته هذا أمر نسبي، النسبة إلى عمل الخطاطين أمر نسبي مختلف، قد يختلف بحسب الوقت وحسب كذا، وإلا الأمر لا بأس. لكن الإمام يريد يحشد أكثر حجج يريدها. واصل. وقال الأخفش سعيد بن مسعدة بعكس. الآن سيأتي الأقوال المخالفة لمثل هذا. سعيد بن مسعدة، نعم. وقال الأخفش سعيد بن مسعدة بعكس ذلك، فزعم أن الطرف الأول هو اللام وأن الطرف الثاني هو الهمزة، واستدل على صحة على ما ننقط نحن على كتابتنا الآن أهل المشرق كلنا. واستدل على صحة ما ذهب إليه من ذلك بأن الملفوظ من حروف الكلم أولا هو المرسوم في الكتابة أولا، وأن الملفوظ به من حروفهن آخرا هو المرسوم آخرا. قال: ونحن إذا قرأنا لأنتم ولا أمرناهم ولا آتيناهم وشبهه لفظنا باللام أولا ثم بالهمزة بعدها. يقول نحن نلفظ باللام أولا، وهذا اللام لأنه نطقنا به أولا ثم نطقنا بالهمزة. لا آ لا آ حجة، مش كذا؟ يقول إحنا هي في الحقيقة ليست حجة على هذا، هو مذهبين معروفين. من ينظر إلى القاعدة فيحدد الأول من القاعدة، هذا الأول وهذا الثاني، لا أنتم. ومن نظر للأعلى قال من هنا الأول، هذا الأول وهذا الثاني. كل الخلاف بينهم من هو الأول اللام ومن هو كذا. والإمام الداني يحتج لقوله وينتصر له انتصار كثير. نعم. طيب، هذا سعيد المسعدة إذن يقول بخلاف هذا القول، ويجعل الإمام لن يرضى بهذا القول وسيرده، وسيرد عليه في الحقيقة بحجج كثيرة. قال أبو عمرو: وهذا القول لا يتحقق عند إمعان النظر ولا يصح عند التفتيش، بل يبطل عند ذلك بما قدمناه من الدلائل وأوردناه من الحجج، مع أن القائل به قد يتركه ويرجع إلى قول مخالفه فيما تتفق فيه حركة اللام والهمزة بالكسر. أيوة، يقول الآن هو هذا القول يخالف كلام جمهور الأئمة، وصاحب هذا القول سيعود إلى قولنا إذا جاءت كسرتين. واصل. نحو قوله لإخوانهم ولإبراهيم. أيوة، يقول حترجع لكلامنا في لإخوانهم. كيف سيرجع؟ هل فعلا هو سيرجع لكلامهم؟ أيوة، سيرجع لكلامهم في لإخوانهم. كيف؟ لأنه هو عنده الأول، هو إيه؟ هو الحرف الذي نطقه أولا. لا إله إلا الله. لإخوانهم هكذا، لإخوانهم. لو ضبطناها نحن أتباع سعيد بن مسعدة الآن، نحن حنقول لي هكذا لإخوانهم. يقول الإمام: هذا هو قولنا نحن، مش قولكم أنتم. أنتم الآن رجعتم لقولنا. هل رجعنا لقولهم فعلا؟ فعلا رجعنا لقولهم، لأن هذا عندهم الحرف الأول وهذا عندهم الحرف الثاني. فنحن من فوق نتبع قولنا، لكن من تحت نتبع قولهم، فمذبذبين. شفت الحجة فين؟ شوف الذكاء الآن في نقض الحجج. حرب. يقول: أنتوا كذا، ما أنتوا صحيح، أنتوا تظنوا أنكم لكم مذهب صحيح؟ أبدا، أنتوا فقط من فوق حتتفقوا حتختلفوا معنا، لكن من تحت حتكونوا مثلنا، لازم تعملوا مثل اللي نعمله نحن. اللام عند الخليل وأتباعه هنا فين؟ هذه، صح ولا لا؟ اللام عند الخليل، واللام عند سعيد بن مسعدة وأتباعه ما هي؟ هذه، صح ولا لا؟ اللام حركتها إيش؟ كسرة.
عند الجميع. هذا احنا كسرنا، نحن كسرنا أتباع سعيد المسعدة على أساس أنه الحرف الأول، هو في الحقيقة الحرف الثاني من فوق اللي احنا اعتمدناه، ما هو الأول، وجعلنا الهمزة هي الثانية. ففعلا خالفنا مذهبنا، خالفنا مذهبنا، لأنه مذهبنا فين؟ مذهبنا إن هذا الأول وهذا الثاني، لكن لما جينا من تحت عملنا هذا الأول وهذا الثاني، فبيقول لنا أنتم مذبذبين، ما مسكتوا حاجة معينة، لم تلتزموا بقاعدة، واللي غيركم يلتزم بقاعدة فهو أدق منكم في هذا الأمر. تمام، فهمتوا يا إخوتي حجته فين؟ فهمتوا حجته ولا لسه؟ لسه لا، عندهم من فوق عندهم. أيوة، يعني هو يقول الآن أنتم قلتم هذا الألف، هذا اللام، لا لإخوانهم، لي إي هذه اللام وهذه الهمزة، صح ولا لا؟ نعم. أنتم عملتوا كذا، يقول لما تنقطوها ستنقطوها من فوق ولا من تحت؟ من تحت، حننقطها من تحت، حنأخذ الحرف الأول، الحرف الأول من تحت هو الثاني من فوق، الحرف الأول اللي في تحت هو الحرف الثاني من فوق. مذهبكم يقول مذهبكم غير مستقيم، أنتم مخبطين، لن يستقيم لكم، سيستقيم فقط على مذهبنا، وصدق على مذهبهم يستقيم دائما الأعلى والأسفل، على مذهبنا سيستقيم في الأعلى ويكون مخالف لهم وسيتحد معهم في الأسفل، لأننا سنعد مثل ما يعدون في الأسفل، لأن القاعدة عندنا واحدة، القاعدة هذا الأول وهذا الثاني، ففي القاعدة عددنا هذا الأول وهذا الثاني، وفي الرأس عددنا هذا الأول وهم الثاني. هم قالوا لا، في القاعدة نعم هذا الأول وهذا الثاني، لكن في الرأس هذا الأول وهذا الثاني، على حسب القاعدة، على حسب الامتداد. واصل. نحو قوله لإخوانهم ولإبراهيم ولإيلاف قريش وشبهه، وفيما تختلف فيه نحو لأقتلك ولأهله وفلأمه ولأبين وشبهه. لاحظ لأقتلك، لأقتلك اختلفت الهمزات الآن، عفوا لأقتلك، لأقتلنك، لأقتلنك، لأقتلك يا شيخ، لأقتلك، موجودة لأقتلك. طيب أيا كان، نحن نريد الأول، نحن لما ننقطها يا إخوتي كيف سننقطها؟ لما أنت تنقطها الآن، لما تريد تنقطها على ما نكتب نحن، تقول لي، وين هذا؟ لي آ، هذا نحن يرسم على حرف واحد، ففي الحقيقة إحنا نقطنا حرف واحد، صح ولا لا؟ بالمنطق كذا بالعقل احنا نقطنا حرف واحد وجعلنا حركتين، لكن في فهمنا ما نقطنا حرف واحد، نقطنا حرفين، نقطنا الأول ونقطنا الثاني، فنحن نفصل بين هذا وهذا، فيقول أنتم مذبذبين ومذهبكم ما هو قائم على شيء. هم إذا نقطوا هذا كيف سينقضوه؟ كيف سينقضوه؟ ليقتلك، يلا هذه خبطناها زيادة، هم كيف سينقضون؟ كيف سيقولون؟ سيقولوا كذا، هذه لي، بسم الله، لأ كذا، حيجي واحد مننا يقول ايه انتوا جمعتوا حركة في موضع واحد، في البداية جمعتوها، البداية ما تأخذ حركتين، يقول له لا، هذا حرف غير هذا الحرف، هذا الحرف اللام وهذا الحرف الألف، فأصبح عندنا حرفين. تمام، طيب إذن رأيكم من اللي مذهبه متوافق معه في الفتح والكسر والضم؟ أبو عمرو مذهب الخليل، الخليل وموافقه، أما نحن فمذهبنا والله عنده فيه إشكال، الآن نحتاج نعيد النظر فيه. واصل. نعم، من حيث يلزم، اعمل ورقة يا ولدي علامة، من حيث يلزمه على ما قاله وأصله وقطع بصحته أن تجعل الكسرة أولا في ذلك، ثم تجعل الهمزة بعد، وإذا جعلهما في ذلك كذلك ترك قوله ونبذ مذهبه ورجع إلى مذهب الخليل ومن تابعه من سائر أهل النقد، إذ الأول في ذلك هو طرف اللام والثاني هو طرف الهمزة بإجماع. نعم، يقول ما مذهبكم لن يستقيم. واصل. فإن قال
بل أقود أصلي ولا أزول عن مذهبي، وأجعل الهمزة في ذلك أولا إذ هو طرفها، وأجعل الحركة بعد إذ هو طرف اللام. قيل له إذا فعلت ذلك تركت أيضا قولك وزلت عن مذهبك، بأن الملفوظ به أولا هو اللام، وأن الملفوظ به آخرا هو الهمزة، يجعلك بجعلك الهمزة ابتداء ثم الحركة آخرا، ورجعت إلى قول من خالفك. وإذا كان ذلك تبين فساد قولك واضطراب مذهبك، وتحقق قول مخالفك واضطراد مذهبه، لأنه جامع للباب عام في جميع الأصل، فكان لذلك أولى بالصواب وأحق بالاتباع. لأنه بيقول أنا سأقود الأمر وأجعل من تحت الأول هذا الأول، والأول الثاني هذا الأول أيضا، وأنقطه هكذا. يقول هذا مذهبنا إحنا مش مذهبك أنت، أنت رجعت لمذهبنا. فهو في الحقيقة كلامه حجة قوية يعني. نعم. فإن قيل لما قرنت الألف باللام وخلطت، لما قرنت الألف باللام وخلطت بها، هل لا أفردت بالكتابة كسائر الحروف؟ قيل لم يفعل ذلك من حيث كانت ساكنة، والابتداء بالساكن متعذر، فجعل قبلها حرف متحرك يوصل بها إلى النطق به فجعلت اللام. فقيل لا. فإن قيل من أين خصت اللام بأن تقرن بها دون غيرها من الحروف؟ قيل وجب تخصيصها بذلك من جهتين، إحداهما المشابهة التي بينهما في الصورة. الآن هو يتكلم عن أصل الكلمة، أصل الكلمة هي لا الألف، أردنا نكتب ألف فما استطعنا نكتبها لوحدها، ليه؟ لأنها ستشبه بالهمزة. طيب كيف نعمل؟ ضيف لها لام عسى يعرف الذي يقرأ أنك تقصد الألف، وأنك إنما أتيت باللام للتوصل إلى النطق بالألف. نعم. ليش جبت اللام لوحدها؟ هذه الحجج. إذ كانت على صورة واحدة فقرنت بها لشبهها بها في ذلك، والأخرى أن واضع الهجاء إنما قصد إلى تعريف كيفية رسم الألف إذ اتصلت باللام طرفا، إذ هي في تلك الحالة مختلطة بها وليس شيء من الحروف معها كذلك، فلذلك قرنها بها. فإذا نقطت اللام ألفا على مذهب الخليل فإذا نقطت اللام ألف على مذهب الخليل وأهل النقط، جعلت الهمزة نقطة بالصفراء في الطرف الأول من الطرفين لأنه الألف التي هي صورتها، وجعلت الفتحة نقطة بالحمراء عليها إن كانت مفتوحة، وجعلت حركة اللام على الطرف الثاني إن كانت اللام مفتوحة، وذلك نحو لا أريناكهم لأنتم أشد، ولام لأن، ولا أرجمنك ولا أقتلنك وشبهه. أيوة. يقول الهمزة فين الآن؟ الهمزة في لا أرجمنك الأولى ولا الثانية؟ الأولى الهمزة، والثانية هي اللام. فتعمل الهمزة هناك مثل هذه، وتعمل الفتحة للام هنا. واصل. وإن كانت الألف التي هي الأول آتية بعد الهمزة جعلت الهمزة يقول بعض الأحيان يجي عندك اللام ألف لكن في همزة جاءت قبل الألف مش فوق الألف، ليست على الألف، يعني يقصد حرف المد. هذا لما تشبكه بلام ألف أين ستضع نقطة الهمزة؟ أقرأ. أحسنت. جعلت الهمزة وحركتها قبلها على ذات اليمين في البياض نحو لآية ولآتيناهم ولآدم وللآخرة والآفلين وللآكلين وشبهه. هذه لا كذا الهمزة كيف؟ الأحمر صح بالأحمر؟ لا السفرة. لا قال هنا في البياض، قال في البياض قبلها ولا بينهم؟ على ذات اليمين. أيوة على ذات اليمين في البياض هنا، لأنها لو عملناها هنا تصير إيش؟ تصير مثل سماء، فالألف أولا والهمزة ثانيا، لكن لما تصير الهمزة أولا وهذا تعض الألف هناك، حركة الألف إيش؟ حركة الهمزة هذه إيش يا إخوتي؟ مفتوحة. هذه تقرأ إيش؟ لا آ. نعم. هذا عندنا إحنا، لا آية إحنا عندنا، لا هذا غلط، المكتوب في الطبعة غلط، في الطبعتين كله غلط، لا يحقق مذهب المراد من المؤلف، والأصل أن ينتبه المحقق لأن
الواجب عليه أن يذكر مذهب المؤلف وأن يأتي بالأمثلة على مذهب المؤلف. هذا خطأ لا تتبعه. هذا على مذهبنا نحن المشارقة. المؤلف لا يريد هذا، المؤلف يريد هكذا. ولذلك نحن نكتب على السبورة بعد أن يكون كتب، وخذها في بقية الأمثلة كلها التي ذكرها، تكتب الهمزة وتكتب هذا قبل الألف في البياض، والنقطة فوقها علامة على فتحتها، والنقطة فوق الهمزة علامة على فتحتها قبل الألف. نعم. وإن كانت الهمزة مضمومة سواء أتى بعدها واو أو لم يأتي، جعلت النقطة بالصفراء في وسط الطرف الأول، وجعلت الضمة أمامها، نحو لأوتين. لأوتين هذه كلمة جديدة. لأوتين لا أوتين، إيش قال الإمام؟ أولا الهمزة فين؟ في وسط الطرف الأول. الهمزة في وسط الطرف، النقطة الصفراء. لا أو على اللام، وحركتها فين؟ هي اللي في الوسط، حركتها هي التي ستكون في الوسط. ليش؟ لأنها ضمة ليست فتحة. أمامها أمامها ستوقع في الوسط، يعني في البياض اللي بين العمودين هذولا. هذا علامة الحركة فقط، الضمة. نعم. نحو لأوتين ولأمنينهم ولأصلبنهم ولأغوينهم ولأولي الألباب وشبهه. لكنه هنا قال توضع في الوسط. ليش توضع في الوسط؟ معناته غير مكان الهمزة وجعل مكان الهمزة هنا، ولأنها مضمومة سيوضع بعدها إيش؟ نقطة بالحمرة. وفي الحقيقة إن هذا المذهب اللي قلنا لكم تغيير موضع نقطة الهمزة الصفراء هو الأوفق والأحسن، لأنه سنستغني عن وضع إيه؟ عن النقطة الحمراء. فبموضع النقطة الهمزة يتضح هكذا. إذن ستكون الهمزة في وسط اللام. ليش وسط اللام؟ لأنها مضمومة الهمزة، لأنها مضمومة، علامة الضم ستكون في وسطها. واصل. لا، حركتها بعدها لأنها ضم، قبلها كيف ما يجي. نعم. يعني الخلاف اللي خالف به الإمام هنا هو إيش؟ هو في الألف، الضم أمامها. نعم، أمامها. الأصل إنه الإمام دائما كان يقول لنا علامة الهمزة نقطة بالصفراء على الحرف، وحركتها تتنوع سواء إن كانت مفتوحة فوقها، وإن كانت مضمومة أمامها، وإن كانت مكسورة تحتها. اللي اختلف هنا إيش؟ اللي اختلف إنه يقول هنا لا، الآن أكتب الهمزة المضمومة هنا وانقط نقطتها أمامها. وقد كان يكفي بغير نقطة لأن موضعها يدل على أنها ضمة، أليس كذلك؟ نعم، هذا الذي قصده هنا. واصل. أحسن الله إليك. وإن كانت مكسورة جعلت الصفراء في الطرف الثاني من القاعدة، لأنه طرف الألف التي تتقدم صورتها، وجعلت الكسرة تحتها، نحو إلى الملأ وبالملأ، ولا إلى الله ولا إلى الجحيم. طيب، ولا لا إلى، لا إلى كيف سننقطها؟ هذه لا إلى، هذه اللام المفتوحة. طيب، والهمزة فين؟ هنا. هكذا. واصل. نحو ولا إلى الله ولا إلى الجحيم وللإيمان والإنجيل وشبهه. وإن كانت اللام مفتوحة جعلت الفتحة نقطة بالحمراء على الطرف الثاني الأعلى، لأنه طرف اللام التي تتأخر صورتها بالتضفير. وإن كانت مكسورة جعلت الكسرة نقطة بالحمراء تحت الطرف الأول من القاعدة، لأنه طرف اللام، وذلك نحو قوله لإخوانهم ولأهله وشبهه. قال لإخوانهم توضع تحت القاعدة الأولى، توضع تحت القاعدة الأولى لي، واللي بعدها لإخوانهم هنا الهمزة.
واصل. وإن كانت الهمزة آتية بعد الألف وكانت الألف حرف مد جعلت في البياض بعد الطرفين ولم تجعل بينهما أصلا، وذلك أنها لما وقعت طرفا في الكلمة ولفظ بها لذلك بعد الفراغ من اللام ألف وانقضاء النطق به، واستقرت العين التي يعتبر موضعها بها هناك ضرورة، تحقق أن ذلك موضعها الذي تلزمه ومكانها الذي تستحقه لا غير، وتجعل حركتها من فوقها إن كانت مفتوحة، ومن أسفلها إن كانت مكسورة، ومن أمامها إن كانت مضمومة، وذلك نحو آلاء الله والجلاء وفبأي آلاء ربكما والأخلاء وما أشبهه. آلاء هنا وحركتها فين؟ فوقها. وآلاء ربكما تكذبان هنا وحركتها تحتها. والأخلاء هنا وحركتها أمامها. ممتازين. هذا يريد يقول لك هذه جاءت بعد لام ألف، جاءت بعد لام ألف فتكتب في بياض السطر، ومثلها هنا عفوا آلاء نقطة بالصفراء فوقها نقطة مفتوحة ليدل على أنه قبل الألف الأولى وفي الأخير. واصل. قد أتينا في كتابنا هذا على ما اشترطناه وتحرينا وجه الصواب فيما أوردناه، ونحن نستغفر الله من زلل كان منا ومن تقصير لحقنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، يعني هذا يعني تواضع الأئمة رضوان الله عليهم مع كل العلم الذي قاله، مع كل ما ذكره رضوان الله عليه، يقول أنا تحريت أن أذكر الصواب في كل ما ذكرته، ثم رأى أنه ما في إنسان معصوم من الخطأ فاستغفر الله، وقال وأنه يستغفر الله سبحانه وتعالى من كل زل. هذا التواضع الذي يجب أن نتخلق به، هذا هو التواضع الذي يجب أن نتخلق به. الجملة الأخيرة الموجودة في كثير من النسخ هي وإن بعد هذه الجملة التي قرأتها قوله وإن لما أتينا على جميع أبواب النقط على حسب ما اشترطناه من ذكر العلل والمعاني وبلغنا الغاية في البيان عن ذلك على ألفاظ التلاوة ومذاهب القراءة وطريق اللغة وقياس العربية، رأينا أن من تمام كتابنا هذا وكماله وتوفر فائدته به أن نختمه بذكر مذاهب متقدمي أهل النقط من النحات كالخليل واليزيدي وغيرهما، ومذهب من سلك طريقهم واقتفى آثارهم من نقاط أهل المصرين البصرة والكوفة وسائر العراق وما جرى عليه استعمالهم واتفقت عليه جماعتهم، ونذكر ذلك بألفاظهم وعباراتهم ليقف عليه من أراد معرفته والعمل به من نقاط أهل المشرق وغيرهم إن شاء الله، وبالله التوفيق، وبالله التوفيق وعليه التكلان، هو حسبنا وإليه ننيب. فائدة هذه الجملة الزائدة التي ليست عندكم ربط الكتابين، ربط الكتاب مع ملحقه، فجعل كأن الملحق من أصل الكتاب، لأنه يقول سأذكره، ختمت الكتاب موجودة عندكم؟ موجود، لكن في هذه الطبعة ما هي موجودة؟ موجود يا شيخ. باب ذكر البيان عن مذاهب متقدمي أهل العربية وتابعيهم من النقاط وأهل الأداء في النقط، اعلم أرشدك الله. الآن يا إخوتي كما قال هو سيذكر أقوال الأئمة، ولذلك ركز معه لما يقول قال فلان، ثم بعدين يجي في الفقرة اللي بعدها وقال وقال وقال، فقط يسرد لك أقوال الأئمة وسيعلق تعليق خفيف فقط. كلامه السابق دليل على أنه إنما وضع كتابه لأهل المغرب، فكمل هذا من أجل يكون عون لأهل المشرق أيضا. واصل. اعلم أرشدك الله، اعلم أرشدك الله أنهم اتفقوا على نقط المتحرك من الحروف بالحركات الثلاث، ونقط المنون والمشدد والمهموز لا غير، نقطا مدورا بالحمرة خاصة دون غيرها من سائر الألوان. إذن إيش المحرك؟ إيش المنقوط من الحروف؟ الفتحة والضمة والكسرة، وإيش كمان؟ والمنون والمشدد والمهموز فقط، هذه هي المنقوطة. قال هذه منقوطة نقطا مدورا بالحمرة، حتى ما يجي واحد يقول هو قصده الحركات الخليل اللي هي فتحة وضمة وكسرة وشدة وسكون، لا، ويقصد التدوير وبالأحمر. واصل.
واقتصر أكثرهم في نقط المتحرك على آخر الكلم وهو موضع الإعراب، إذ فيه يقع الإشكال ويدخل الالتباس. وفي الخبر الذي رويناه عن أبي أسود مبتدئ النقط دليل على صحة ما اقتصروا عليه من ذلك، إذ أتبع فيه ذكر الحركات بذكر التنوين الذي هو مخصوص بمتابعة حركة الإعراب، وعلى ذلك أكثر العلماء. نعم، يقول إيش الذي ينقط من الكلمة؟ قال ينقط الأخير فقط، ينقط الحرف الأخير، وهناك مصاحف قديمة في الحقيقة مخطوطة، نعم، لم ينقط فيها إلا الحرف الأخير فقط. هو يقول أن خبر أبي الأسود يدل على أنه لا ينقط إلا الحرف الأخير، لأن أبو الأسود قال ذكر معهم التنوين، والتنوين لا يكون إلا آخرا، فدل على أن أبا الأسود قصد أواخر الكلم الإعراب ولم يقصد بناء الكلمة في وسطها. واصل. قال ابن مجاهد: ليس يقع الشكل على كل حرف، إنما يقع على ما إذا ما لم يشكل التبس. نعم، يعني يقول ما تشكل كل حاجة، تشكل اللي إذا ترك يلتبس، هل هو مفتوح يقتل ولا يقتل، هذه تحتاج تشكيل، حساس تفرق لنا بين الثنتين، إنما لما ولا قبله ولا قبله، لم ينقط قديما الهاء، واضح؟ ولا حتى لو ننقطه قبلة وقبلة، تقصد قبلة ولا تقصد قبلة؟ لازم تنقطها، لأنه نعم السياق سيأتي بها، لكنه يقول إنما يشكل الذي يشكل. نعم. قال: ولو شكل الحرف من أوله إلى آخره عن الكلمة لأظلم الكتاب ولم تكن فائدة، إذ كان بعضه يؤدي عن بعض. يقول أنت لو شكلت جميع الكلمات حتظلم لو شكلت جميع الحروف في الكلمة تظلم، والله ما هو صحيح. نحن نحتاج خاصة في عصر العجمة هذا أن تشكل جميع الكلمة، لماذا؟ حتى يتعود اللسان على قراءتها في البناء قراءة صحيحة. الناس لا يكادون يقرؤون اسم صحيح أو فعل صحيح أو كذا، فتحتاج أن تشكل جميع الكلمة حتى يقرأ ويعينه على ضبط لسانه. واصل. وقال ابن المنادي: النقط والشكل إنما جعلا للضرورات المشكلات يسرا، لا أن ينقط كل حرف من الكلمة سكن أو تحرك، فإذا ركب ناقط ذلك فقد خرج عن الحد إلى غيره، ولا طائل في ذلك كله. قال ابن مجاهد في نقط المصاحف المدور الرفع والنصب والخفض والتشديد والتنوين والمد والقصر، ولولا أن ذلك كله فيه ما كان له معنى زاد على ما ذكره الإمام الداني المد والقصر. واصل. قال: والساكن من الحروف لا ينقط في المصحف نحو كل من عليها فان وكل يوم هو في شأن، لا يطرح على ألف فان شيء، وتنقط الألف التي في شأن لأنها هي الهمزة. نعم. وقال ابن أشته: الهمزة الساكنة ينقط عليها ولا ينقط على غيرها من السواكن. قال: وأصل النقط أن ينقط على كل ميم وياء وتاء ونون مضمومات، وتترك المفتوحة دون علامة. هذا اختيار، لكنه صعب جدا أني أجلس أحفظ أنه المنقوط هو التاء والنون وعدم المنقوط هو غيرها. واصل. ومن ذلك المؤمنون ويؤمنون ويوقنون ويورثها وما أشبهه، وما ترك من نحو إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا وإياك نعبد وإياك نستعين، نقط المضمومة وترك المفتوحة فصلا بينهما. وقال: وهذا أصل حسن. هذا كله من كلام ابن أشته. واصل. فأما الميمات فكانت تنقط أولا نحو عليهم ولديهم وإليهم، وقد تركها بعض الناقطين، وتركها أجود وأحب إلي إلا ما استقبلته ألف ساكنة، نحو عليهم الذلة ولهم اللعنة، وبأن لهم الجنة، وإنهم اتخذوا، وبأنكم اتخذتم، وبهم الأسباب، وأنهم هم الفائزون، هذه لا بد من نقطها. نعم. قال وينقط إلا ولا ذمة، وقوله من ولا أذى لئلا يشتبه، يعني بمثل قوله إلا ولها. نعم. وما منا إلا له، هذا على مذهب ما يشتبه على مذهب من يقول أن نقط التنوين على الألف في منا وليس على النون، وهو مذهب الإمام المؤلف. نحن تكلمنا عن التنوين المنصوب وقلنا أنه مع الألف أن نقطه فيه أربعة أوجه، مش كذا؟ وقلنا مذهب المؤلف أن ينقط على الألف المتطرفة ولا ينقط على ما قبلها، والعمل الآن
النقط على الذي قبل الألف، فهو يقول منا أمنن، لا تنقط إلا المنون، فإذا نقطت المنون وتركت الثاني علم عدم نقطه أنه منا وليس منن، وأن الثاني إلا ستنقطها بالتنوين ولن تنقط إلا، فيتضح أنك لما نقطت التنوين إذن هذه إلا وليست إلا واصل. قال وينقط إذن كقوله وإذا لاتخذوك خليلا، لأنها تلتبس بإذا، وينقط وليكونا من الصاغرين، ولا يكونا من الصاغرين، ولا نسفعا بالناصية، ينقط على الألف لأنها نون خفيفة فصارت النقطة بدلا من النون، وينقط من ويترك من، وينقط ثم ويترك ثم، وينقط آمنوا ويترك وينقط آمنوا ويترك آمنوا كقوله يا أيها الذين آمنوا، وينقط ونعمة في الدخان وأولي النعمة في المزمل، وتترك نقطة المكسورة النون، يعني النعمة واصل. قال وهذه كلها علامات ليعرف بعضها من بعض، وهي أعون للناقط والقارئ، يعني يقول هذه بتعينك، والله ما تعين، هذه كل إشكال، أنا ناقط بعضها وأترك بعضها وما تركته هو بضده، هذا يحتاج قواعد في الرأس يعني. ها طيب، نفس الموعد الذي بدأناه اليوم الساعة 8:30 إن شاء الله. لا 8:30 جيد واصل. وينقط على لام لكم ولهم وله ولكن، ولا ينقط على ما خلف واو الجمع، على ما خلف واو الجمع، مثل قالوا وموتوا، يعني الألف الزائدة لا ينقط عليها واصل. قالوا وموتوا واسمعوا وكلوا واشربوا وانظروا وأبشروا وآمنوا ومثله كثير. طيب كيف هو قال لنا إنه ينقط عليها علامة الدارة الزائدة؟ هذا كلام من أشتى، ما هو كلامه واصل. قال ومن الكلم ما ينقط حروفها كلها، مثل قوله لنبين لكم ونقر ويعلمكم أتعلمون الله ويعلمهم وتمت كلمة ربك وكبرت كلمة، وينقط نظائرها مثل يوم تولون وتولوا وأعينهم ويتولوا ويتولون واصل. قال وأما قوله وتولى عنهم وفتولى عنهم، فما كان من الكلم الباقية ثابتة فدعها، وما كان باللام خاصة فانقط. يعني يقول تولى لا تنقطها اتركها، وتولى محذوفة الياء الأخيرة انقطها واصل. وينقط مثل فلننبئن كلها، وكذلك فينبئكم وتنبئهم وأنبئكم. قال وأنبئكم. قال والحروف الخفيفة لا تنقط إلا في مواضع الإعراب، نحو الذين كذبوا على الله، ومكروا مكرا ومكرنا، وربت إن الذي، لا تنقط الذال ولا الكاف ولا الباء. وأما الحروف المشددة مثل كذبت ثمود وكذبت عاد وكذب الذين، فتنقط على موضع التشديد، وإنما نقط على التشديد ولم ينقط على التخفيف لحال الالتباس. قال ولا ينقط على حرف التثقيل من التضعيف إلا ما يصيبه الجر والرفع والنصب في أواخر الحروف، وحروف التضعيف نحو الحاقة وحقت وحافين، والتضعيف يدل على التشديد، ولا تنقط مواضع التشديد. وكذلك حروف الإدغام مثل قوله الرحمن الرحيم والصافات صفا. قال وما كان مثل فارهبون وفاتقون وما أشبهه من أبواب الفاء مما تستقبله ألف ساكنة بلا همزة، فافتح الفاء وألق فوقها نقطة، فإذا استقبلتها ألف مهموزة فانقط الألف موضع الهمزة ولا تنقط الفاء شيئا. وكذلك الواو مع ألف الوصل وألف القطع، ما حرك للساكنين بضم وما حرك للساكنين بضم أو كسر أو فتح فمنقوط، ونحو أن اعبدوا الله على قراءة من ضم أن اعبدوا الله على قراءة من ضم، وفأن اتبعتني وخذ العفو ولو استطعنا، وألف لام ميم الله ولمن المرسلين. وأما الحروف التي لمن المرسلين. وأما الحروف التي أصلها الألف ولم تكتب في المصاحف بالألف فتتركها مجردة بلا نقط، مثل بنيناها وزيناها وحفظناها، فلا تنقط النون، فإن نقطتها أخطأت.
قال أبو عمرو: نقطها أولى لتدل النقطة على الألف المحذوفة من الرسم تخفيفا. وقال ابن المنادي: إن شئت نقضت الياء من يوقنون ويورث وما أشبههما، وإن شئت تركتهما، وكذلك الصاد الأولى من مرصوص، وأكثرهم لا ينقط نحو ذلك. قال: وقوله فلننبئن تجعل فوق اللام فتحة، وفوق النون نقطة للفتحة، وفوق الياء نقطة للهمزة المفتوحة، وفوق النون نقطة للإعراب المنصوب المشدد، ولا تطرح على الفاء ولا على النون الأولى شيئا، وإن شئت فانقط الباء، وإلا فاكتفي بفتحة النون الثانية، فإن ذلك ينوب عن ذلك. فالنقطة على عين الفعل في نحو الزبر والرسل تنوب عما قبلها، ومن شاء أن ينقط الفاء أيضا فليفعل. نعم. وكذلك حبب وكره وزين كرها وكذلك حبب وكرها وكره وزين ونحوه. فالنقطة على عين الفعل تنوب عما قبل ذلك وعما بعدها. والسماء رفعها كرها وصورة الأنفال كرها وصورة الحجرات أي في الحجرات، يقصد موضع الحجرات ما يقصد موضع لا، لأنه خففها وأصل التثقيل مثل حبب وزينة أساس يكون عليها، وأنه سينقط الباء والراء والياء اللي هو موضع نعم موضع عين الفعل. والسماء رفعها أنقط نقط ها أنقط أنقط العين وحدها ووضع الميزان أنقط العين وحدها، وإن شئت فترك العين وانقط الضاد بدلها. والقوم تنقط الميم فقط، كيف تصرف إعرابها كيف تصرف إعرابها تصرف إعرابها كيف تصرف إعرابها. ومثلها وكاد تنقط الكاف. قال: ومن الكلام ما ينقط بنقطتين نحو قوله باسم نقطة تحت الباء وأخرى تحت الميم، وكذلك سبيلي نقطة فوق السين وأخرى تحت اللام، وكذلك ما أشبهه. وإذا نقضت ذلك الكتاب ونحوه فالنقطة إن شئت في طرف الباء قدامها وإن شئت قدام ابتدائها هذا مهم جدا، هذا الكلام في الكتاب مهم جدا. أين ينقط في الحروف التي لها كأس في آخرها ممدود مثل النون والقاف والفاء والباء؟ الكتاب لما تكون الكتاب، أين سأنقط نقطة ضمة الباء؟ الإمام، هذا الكلام لمن؟ للخليل ولا من؟ المنادي يا شيخ، ابن المنادي. نعم نعم. يقول: إن شئت نقضتها فين؟ اقرأ الجملة. نقطة تحت الباء وأخرى تحت الميم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا نقضت ذلك الكتاب ونحو فالنقطة إن شئت في طرف الباء قدامها. هنا الكتاب. طيب، هذا إن شئت. قال: وإن شئت فقدام ابتدائها. هنا أمام بدايتها، يعني قدام ابتدائها. إذن الباء قد تنقط هكذا وقد تنقط هكذا، وهذا صحيح، وجدناه في المصاحف القديمة هكذا. بعض الأحيان نجد بعد الباء، والأكثر وجدناه هكذا. ومثلها يا أخي الفاء، ينقط هنا بالضم وقد ينقط هنا قليلا. ومثلها القاف هنا وهنا، ومثلها النون هنا وهنا وهنا، الأكثر دائما هنا الأكثر، بدايتها الأكثر الأغلب الأعم. اللام هنا الأكثر الأعم الأغلب، وقال في بعض المذاهب هنا ما رأينا واصل. ونقطة بصائر ونحوه قدام الراء في أولها. بصائر ونقطة بصائر ونحوه قدام الراء في أولها لا في آخرها. انتبه لهذه أيضا، بصائر الراء، هذا عندك الراء، لما يجي ضمة فين تنقط؟ تنقط هنا؟ لا، الأول خطأ، يقول هنا. نعم، ما ينقط هنا مطلقا. واصل. ونقطة قل الأنفال قدام اللام في وجه بدنها نفسها. أيوة، وإن شئت قدام طرفها المبطوح. في وجه البدن، وإن شئت في قدام طرفها المبطوح، قدام طرفها. نعم. كالباء التي في الكتاب سواء. ونقطة النون من الرحمن والميم من الرحيم من التسمية في أول التعريق منهما. نعم، في أول التعريق منهما. يعني الميم بداية الميم نهاية، الخط هذا
تتركه لا تعمل فيه شيء، الميم نفسها الدائرة. نعم. قال: ونقاط مصحف أهل الحرمين ومصحف أهل البصرة أوقع نقطة قدام الميم من عليهم وإليهم ولديهم وأشباه ذلك، فأما ناقط مصحف أهل الكوفة فإنه أخلى هذه الميمات، ثم اتفقوا كلهم على أن ينقطوها في نحو عليهم الذلة وإليهم اثنين وما أشبه ذلك. قال: وحكي عن الخليل أنه قال أنه قال قوله عليما حكيما بنقطتين فوق الميم طولا واحدة فوق الأخرى. وقال اليزيدي: أنقط على الألف لأني إذا وقفت قلت عليما فصار ألفا على الكتاب. يعني إن في خلاف بين الأئمة وهذا تقدم. نعم. قال ابن المنادي: ومن أحسن ما ينقط قراءة أبي عمرو عادا الأولى أن ينقط على الدال نقطة في أعلاها للنصبة وعلى اللام واحدة للضمة. وقال عادا الأولى قال أبو عمرو: ولا بد من جعل نقطتين على الألف التي بعد الدال، إحداهما الحركة والثانية التنوين، كما تجعل في نحو قوله أندادا ليضل وشبهه دلالة على صرف الاسم. قال ابن المنادي: وقوله شيئا فريا لا تجعل على الياء المشددة نقطة للتشديد استغناء بنقطة النصبة عن نقطة التشديد. فريا نعم فريا وعتية عتية فريا عتية مرجوة عتوة لا تزد عن على نقطتين لأنك تستغني بالتي للفتحة عن التي للتشديد. قال: ولا بد من إثبات الألف في نحو دارست على قراءة من أثبتها بلون نقطه. وإذا اجتمع التشديد يعني حمراء، لأنك تنقط بالأحمر تكتب الحرف المحذوف بالأحمر. نعم. وإذا اجتمع التشديدتان في كلمة نحو النبي الأمي والضانين والضالين والشر والسيء النبي الأمية والضانين والضالين والشر والسيء ولا يصدنك فانقط شكل خطأ فانقط الآخرة دون الأولى إذا اختلفت حركاتهما. فإذا اجتمعت في كلمة ثلاث تشديدات فانقط الثانية والثالثة ولا تنقط الأولى نحو الربانيون. قال أبو عمرو: وكذلك لن الصدقن. قال: وحروف التضعيف والإضعام منهم من لا ينقط شيئا منها ويخالف كثيرا من المتأخرين إلى نقط ذلك كله، لأن أكثر الناس يستوحشون من فقد ذلك كله من فقدي فإن الناس يستوحشون من فقد ذلك كله. قال: وحروف التهجي التي في أوائل السور المختلف في قراءتها لا بد من نقطها، وكذلك الميم من ألف لام ميم الله في أول آل عمران. وقال ابن مجاهد: في النقط التشديد في الموضع الذي يجوز أن يكون مخففا، والتخفيف في الموضع الذي يجوز أن يكون مشددا، كقوله وقاتلوا وقتلوا. إذا لم تشدد التاء ضممت القاف ولم تزد عليها شيئا، وإذا قرأت قتلوا تقتيلا ضممت القاف بنقطة وطرحت تحت التاء نقطة، فكان خلوها من النقطة دليلا على أنها مخففة، وكان طرحك لها دليلا على تشديدها. حسبك، أحسنتم، بارك الله فيكم. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن.